أعزائي المشاهدين أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة الحياة موضوعنا النهاردة هو داخل في كل مجالات حياتنا اتكلمت فيه كتير بس النهاردة هيتقدم بشكل مختلف أعمق شويتين زمان كنا فكرتنا عن الميديا أو لما طلع على الراديو كان في ناس قبلة وفي ناس شوية وفي ناس خايفة وفي ناس بتحبه جدا حرام وحلال والراديو ابتدى وبعد كده التلفزيون نفس الفكرة في ناس رفضاه ناس مبسوطة بيه ناس خايفة منه ناس شايفة ان ده حرام لغاية ما وصلنا لان بقى اجباري في حياتنا الميديا داخلة في كل مجالات حياتنا كنايسنا اشغالنا بيوتنا علاقاتنا إيه ما نقدرش نستغنى عنها بقت حاجة اساسية في حياتنا إيه ما فيش بقى مجالات حلال ولا حرام ولا الكلام ده كله إيه في ناس اه يمكن شويه حريصة في استخدامها لي في ناس تانية مدمنة للميديا في ناس بتقول لا ده حاجة مفيدة جدا وفيها رسالة بتتقدم بس المهم نستخدمه بطريقة صح وفي كلمات كتيرة قوي واحنا عارفين كويس قوي احنا وصلنا لفين ومدى تاثير يمكن الوقت اللي فات وقت كورونا احنا اختبرنا اهميه وجود الميديا في حياتنا لولا الميديا كنا فعلا بقينا في وحده رهيبه لولا الميديا ما كناش سمعنا كلمة ربنا اللي كانت متاحة في كل مكان لولا الميديا ما كناش عرفنا أخبار العالم وإن في فيروس وبيهدد البلد الفلانية والبلد الفلانية والناس قد إيه حاجات كتيرة قوي بقت داخلة فيها الميديا ما بقينا ما نقدرش نعيش من غير الميديا الحقيقة الوقت اللي فات اللي عجبني أو اللي ده النهارده هنتكلم فيه الميديا وتأثيرها على الإنسان والمجتمع وكمان في كتاب جميل قوي اسمه الميديا الانسان الثقافه المجتمع وهو ده اللي احنا هنتكلم عنه وهنكون بنقدم مقدمه عنه الكتاب آم آم كاتب الكتاب الدكتور مجدي جرجس وهو ضيفنا النهارده وسعيده يكون معانا الحاجه الثانيه كمان الكتاب فيه خمس نسخ موجوده هديه من الدكتور مجدي لقناه الكرمه واي حد هيتبرع لقناه الكرم هيوصلوا الكتاب بس هم خمسه بس مش اكتر من كده ده الناس اللي عايشه في امريكا كندا ممكن نعمل كده لكن كمان في حاجه تانية حلوه جدا وهنكون بنكررها في وقت الحلقه ونعلن عنها عشان بصراحه دي فرصه يعني انا بشكر الدكتور مجدي جدا لل يعني للفرصه لل لل دي الصراحه الحقيقه ال الكتاب في دار الثقافه في مصر واحنا كلنا عارفين اكيد دار الثقافه في مصر اي حد هيروح دار الثقافه خلال شهر لمده يعني شهر هيقول بس كلمه السر من الحياه هياخد الكتاب بخصم 25% ودي فرصه لاي حد عايز يقرا الكتاب عن الميديا. احنا بنرحب بضيف حلقتنا الغني عن التعريف بس هو اول مره في برنامج من الحياه ومبسوطه جدا جدا وشرف ليا يكون معايا الدكتور القس مجدي جرجس اهلا بحضرتك بيك يا مبسوطه يا جدا تكون معايا انا سعيد واشكرك لدعوتي واشكر قناه الكارما اللي مهتمه كمان بال... بالعقل والثقافه ده هي. يعني ودي حاجه مهمه جدا جدا يا. طيب انا قريت الكتاب <applause> فعجبني كويس. جدا 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 بس انا عايزه عشان اشجع <applause> مشاهدينا لان هي حاجه مهمه جدا ومهمه زي ما هو قلت كده الميديا داخله في كل مجالات حياتنا لازم نعرف نكون بنتعامل معاها ازاي وايه تاثيرها علينا وعلى حياتنا. الاول عايزه اعرف او اعرف كلمه ميديا يعني ايه الميديا؟ الميديا يعني حاجه في النص. ادي التعريف. بس كده؟ بمعنى ان في واحد عنده رساله واحد مستقبل اللي عنده الرساله مش عارف يوديها للمستقبل فيوديها للميديا الوسط ودي الكلمه اساسها في اللاتيني ميدل في الوسط وهو حتى التعريف ممكن الاستاذ المخرج يحطه لنا قدامنا ان كلمه ميديا يعني وسط ميدل ميديا ميدل هي اللي بتاخد الرساله وتوديها للمستقبل فدي معنى الكلمه ليه ميديا مم. ودلوقتي حتى كلمه ميديا بيت في اللغه العربيه م. يعني الناس تقول لك الميديا الميديا ما تقولش وسائل الاعلام او تقول اي حاجه باللغه كلمة العربيه العربيه هي آه. هي كلمه انجليش بس بتتقال بالعربي الميديا اه, آه. آه. هي اساسها لاتن yes. لكن بقيت دلوقتي كل و... في كل لغات العالم كلمه م. ميديا بيت عامله زي المزيكا انت مزيكه اي مجتمع تسمعيها و... وتطربي لها كذلك الميديا بقيت وسيله زي الـ الـ الموسيقى ممكن الاستمتاع بها اكتر من تفسيرها مم. فده <applause> معناه طيب يعني خلينا نقول الميديا هي اللي بتبسط او بتوصل المعلومه للانسان وممكن كمان هي اللي تعقدها <applause> فعلا وممكن كمان هي اللي تشكلها وتشكل مخ المستمع وواقع المستمع ده حقيقي. يبقى من البداية كده كويس يا أمل إنك سألت السؤال ده من البداية الميديا مش بتبسط فأغلب الأحيان بتعقد بتعقد أو بتشكل الكلمة اللي أنا عاوزها تشكل ولو خدنا الميديا بطريقة عامة عامة بقول مش مش في الكارما مش في أي قناة مش الكلانية. الهدف الأساسي للميديا هو الربح فلوس ده صحيح. فا هدفها الربح أبسطها لك ليه؟ مم. أنا أشكلها لك هو أضبها لك وأخليكي تشتهيها وتبقي حلو عشان تشتريها. عشان تدفعي فيها فلوس. تدفعي فيها فلوس. مم. ده صحيح. طيب قبل الحلقة حضرتك قلت بداية وجود الميديا، يعني أنا معلوماتي البسيطة قلت الراديو. آه. ايوه بالظبط <applause> بس حضرتك فاجئتني لا الميديا من قبل كده بزمان فليه قبل كده يعني بزمان يعني كانت في اي صوره انا اقول اقول لحضرتك الميديا في وضعها الحالي اللي احنا شايفينه بدات كعلم في سبعينات القرن الماضي وبعدين في كل <applause> عصر من العصور زي الزراعه والصناعه والحاجات اللي زي كده بيبدا يوصل لقمه ويستمر في القمة ما بينزلش فالميديا بدأت كدراسة وكعلم في سبعينات القرن الماضي اوكي <applause> اعتقادي الشخصي إن احنا دلوقتي في القمة ده الآن أنا وانتي دلوقتي والناس الحضرات المستمعين لكن امتى بدأت الميديا قبل ما احنا ما نتولد قبل والدينا وجدودنا وجدود جدودنا ما يتولدوا <applause> الميديا موجودة مع الإنسان مثال في العصور اللي فيها لم يكتب التاريخ وبيسموها ما قبل التاريخ. كان الاسره تخش الكهف اللي هو بيتهم عشان يناموا. ويمكن يكون معاهم اكل ياكلوه وبعدين يناموا. وبيولعوا نار. النار بتدي نور. والاب ياخد الدور بتاع الميديا ويبدا يحكي قصص. والقصص دي قد تكون مرسومه على جدار الكهف. فهنا ده دي البدايه البدائيه القديمه قدم التاريخ للميديا في الكهوف. لكن كمان لو شفنا عند قدماء المصريين او الحضاره المسماريه اللي موجوده ما بين النهرين الميديا كانت الصور المنحوته والالوان الموجوده على جدران المعابد م. وبعدين تطور الامر في العصور الوسطى بقي فعال ازاز الملون ده صحيح الشعب يخش المعبد كل يوم يرى صوره الحاكم الفرعون جاستينيان الامبراطور م. اي واحد من دولة كل واحد بيحط نفسه في موقع قوه م. بحيث الشعب بيقتنع بطريقه او باخرى ان الالهه مباركاه زي كلمه المعت اللي موجوده في معابد الاقصر جاستينيان لما كان يحط البشرين الاربع على يمينه وباقي الوزراء على شماله وهو في النص يبقى ده ده؟ معين من عند الله ربنا نفسه وامراته <applause> من الناحيه الثانيه معاها قديسين اخرين الشعب بيدخل كل يوم ليرى هذه الصور لكن دي الامر ده محتاج لاستعداد لوحده عشان نقوله بالتفصيل آه بعد كده الميديا خلاصه الكلام موجوده من قبلنا احنا كتير بكتير لكن نستطيع ان نقول باختصار انها موجوده قدم التاريخ تمام هو يعني انا هسال حضرتك السؤال جاي بس بعد كده هنبقى ناخد مقتطفات من آه الكتاب علشان آه. نكون آه. نعرضها آه. للناس طيب ايه اللي خلى حضرتك تكتب كتاب زي ده يعني كبير وعن الميديا وايه الهدف منه انا عارفه انا حضرتك واخد الدكتوراه في الميديا بص يا امل الواحد فعلا لما يجاوب على سؤال ليه انا اهتميت بده اقول ما اعرفش لكن ربنا حطها لي واهتميت بيها وفي البدايه كان علم الاتصال ومن علم الاتصال دخلنا على الميديا هحكي لك كم حكايه. الامر الكتاب اللي في ايدك واخد مده كبيره. انا حاسس اني سنه 1999 يوم ما اتخرجت وخدت شهاده سنه 2000 ان مش وقت كتابه كتاب. لسه بدري. تخرجت من رساله الدكتوراه. يعني آه. اه. الرساله الناس بتعتقد انها النهايه. آه. انا في رايي رساله البداية. البحث هي البدايه. اه بعد الدكتوراه في بحث. وبعد كده بقى تراكم المعلومات واخذ المعلومات من اماكن مختلفه. أحكي لك حكايه يمكن تكون موحيه شويه وبرضو حضره المخرج ممكن يجيبها لنا دلوقتي ان كان في طالب في في العصور اللي قبلنا شويه 16 17 18 كانوا بيمتحنوا في اوروبا في اللغه اللاتينيه في الكتاب المقدس في حاجات أوى أوي فاستاذ الماده قعد الطلبه بيمتحنهم بسؤال واحد اكتب ما فهمته وما تطبقه في حياتك على مثال او معجزه تحويل السيد المسيح الماء الى خمر الطلبه سمعت السؤال وهاتك يكتبه وورقه ورا ورقه ورا ورقه ورا ورقه, ورقة, ورقة آه 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 لغايه ما الـ الـ الاستاذ لقي واحد طالب سرحان وما كتبش ولا كلمه قال له اسمع لو ما كتبتش حاجه هسقطك بنفس البرود الانجليزي بتاعه مم. مسك القلم وكتب سطر واحد التقى الماء بوجه سيده فاحمرت وجنتاه خجلا. الله. آه بالانجليزي the water met its master and blushed. م. شوف يا امل ولا ورقه او سطر من اللي كتبوه الطلبه في اوراق امتحاناتهم قاعد لغايه النهارده. الا العباره الجملة دي الجمله دي طب ليه بقى؟ التقى الماء بوجه سيده فاحمرت وجنتاه خجلا. أوه. هي هي عميقة في معناها بس هل هو ده السبب؟ إيه السبب إن هي اللي باقية لغاية دلوقتي؟ دي الميديا. آه دي الميديا، الشعر، الكتابة الموحية الشيء اللي يخلي نظرك مثبت على الشاشة ومش قادرة تتلفتي يمين ولا شمال الفن، الإبداع الإبداع طبعاً صح الـ الـ الميديا لما تيجي ماما جايبة سندوتشات في منتهى الشهية ومشروبات يقول لها استني يا ماما <applause> عاوزين نشوف دي الميديا دي أول حاجة لكن آه نقدر نقول حكاية تاني كمان إنه كان في ولد صغير بي بينظر إلى آه موجودة عندي هنا الصورة ممكن برضو تطلع على التلفزيون <تصفيق> <تصفيق> في نحات بينحت في صخرة كبيرة <applause> فالولد اتبسط يعني بينحت ومش عارف ايه اللي طالع ده فيها ايه آه فجاه لقى بعد ما غاب يومين ثلاثه انه انتهى النحت بصوره بتمثال أسد. اسد لغايه كده فيش حاجه مبهره عارفه المبهر ايه هو اللي قاله الولد قال له عمو من فضلك قول لي انت كنت عارف ازاي ان في اسد جوه الصخره يبقى النحات بينحت في صخره عملها اسد الولد شافها ايه اسد طلع من الصخره انه هو لقى الاسد جوه, جوه الصخره, الصخرة اه. يعني النحات ما كانش بيشكل الاسد اه. كان بيطلع اسد من, جوه. من الصخره ام. الكتاب ده عشان الولد ده مش عشان النحات النحات هم هو المخرج واحد فنان اللي كمين. بيكتب أوه. الكاميرات مم. الاضاءه الديكور ده النحات مم. لكن الولد هو المشاهد هو اللي شافها ازاي هو اللي شاف العمل الفني ده ازاي اه أوه. الولد هو اللي بيشوفها بالزبط. فاحنا عاوزين الولد ده يقرا العمل الفني ده اه يا مظبوط نعم نقرا مظبوط نقرا مظبوط وكلمه قراية العمل البعض بيخاف منها مم. كان مثلا احنا هنقعد بقى وندرس دراسات وناخد شهادات عشان نعرف نقرا كل فيلم من الافلام مم. احنا يوم ما كنا اطفال وعلمونا في الاول ا ب ت ث او اي بي سي ما كناش هنعرف واحنا اطفال ان اي كتاب نلاقيه على الفراف هناخده نفتحه ونقرأ <applause> آه للاسف الميديا لترسي او هي تعلم قراءه الميديا مش موجوده في في اغلب بلاد العالم لكن البلد القريبه من هم من الولايات المتحده هي كندا من اشهر البلاد اللي بتعلم ميديا للاطفال وهم صغيرين هي كندا وتحياتي لهم هناك ده من ضمن نظام التعليم هناك <applause> ف... لأن ده بيخلق الفن والإبداع م. منهم كمان يعني أنا على قد ما بقرأ كويس في الميديا وفي الفن هقدر أكون ببدع كمان اه دي نقطة كويسة وفي نفس الوقت أنا أستفيد منها م. والميديا ما تغيرنيش أوه. ما تشكلنيش أوكي. ده الهدف الأساسي من تعلم, تعلم قراءة الميديا ففي ناس أميين ما يعرفوش يقرأوا ويكتبوا اغلبنا بالنسبه للميديا امين امين ده حقيقي. فاحنا عاوزين نشوف الميديا ونقراها م. ونشوف اللي بيحصل فيها ايه مش بس عشان ما تشكلناش كمان نستفيد منها ده صحيح فده يمكن يكون الحكايتين يعني دول وحضرتك. يجاوبوا على سؤال اه وحضرتك بيكلمني عن خصوصا الاسد وال... <applause> والنحات وكده يعني اوقات لما بنروح اماكن فيها صور تشكيليه وصور طابلوهات والتابلو انا مش فاهمه فيه حاجه هو شويه شغبيط بس مكتوب بال2000 دولار وبال3000 دولار ويمكن في حاجات اغلى من كده والناس بتدفع فيه فلوس فببقى مستغربه أيوة. بيدفعوا فلوس آه. في الحاجات دي ليه لانهم فاهمينها عشان فاهمينها فاهمين الرد جاي لي ايوه عشان فاهمينها بالظبط بالظبط طيب ليه حضرتك اخترت عنوان الميديا الانسان الثقافه المجتمع وده سؤال انا متوقعه من حضرتك الميديا بادواتها الجديده وخاصه المرئي منها اصبحت قلناها قبل كده على منوال الموسيقى م. لغه عالميه مفهومه م. يعني مثلا انا هجيب مثال صغير نتفليكس اسالي الشباب في مصر في الاردن في الشرق الاوسط في العالم كله ايه نتفليكس دي هي آه اللي بتدينا افلام افلام وكمان نتفليكس ممكن تشوفي فيها افلام عربي م. كل حاجة. بالمناسبه انا مش محضر الحته دي كنت اقولها في البرنامج نتفليكس هي هوليوود الجديده مم. مم. في الغالب مسارح السينما في المستقبل هتبقى نتفليكس هتبقى ممكن مثلا لاسره تروح عشان تشوف على شاشه كبيره لكن البيوت هيبقى فيها أوانت. آه. يتشاف فيها نتفليكس واللي زيها ودلوقتي لن لما تشوفي الميديا اللي موجوده بقروش او بدولارات قليله مم. ابل امازون نتفليكس آه، آه، حاجات كتيره مش لما لما احاول كده بس يوتيوب كمان يعني يوتيوب الجزء البروفيشنال مم. مم. اه مم. فكل حاجه بقت موجوده في البيت دلوقتي ف فال... ده مش هيبقى لا مسرح <applause> ولا سينما هو اوريدي المسرح انقرض وابتدى خلاص ينقرض او يعني خلاص تقريبا بس كمان بالشكل ده مش هيبقى فيه سينما. ممكن. الناس خلاص هتعمل الاوض السينما عندها في لكن, مش محتاجة آه لكن ما اقدرش آه. اجزم بذلك ممكن م. يكون في تطور لمسارح السينما والمسارح اللي زي برودواي آه ممكن تتطور ليها ما زالت المسارح ليها ناسها والمسارح الحيه اللي فيها م. ناس بتمثل لايف. آه دي ما زالت هتستمر لمدة كبيرة خالص خالص مم. أتمنى آه. لها ف... فدي موجودة آه. الميديا لا تحتاج لترجمة و... لكن تحتاج لفهم وتحليل في السنوات القليلة اللي فاتت بس الميديا صارت الثقب اللي بنرى بيه العالم حقيقة. عشان تشوف العالم الثقب أهو تبصي من خلاله تاري العالم. فعشان كده محتاجين نشوف الميديا ومن لانها من خلالها في تراكم للمعلومات والشائعات وصور وفيديوهات سيل, سيل كامل احنا مش قادرين نلاحق كل ما يجد والجديد منه. وكمان الميديا مش في صورتها التقليديه اني مش في اللي فيها دلوقتي مش الجرايد والمجلات والم... والراديو والتلفزيون بل بقيت دلوقتي في اشكالها الرقميه يعني آه بعد ما نخلص البرنامج ده انت ممكن وانت بالسوق العربيه تعملي فيديو وتطلعيه على الانترنت وتلاقي ناس بترد عليك بالظبط ده بقى اسهل حاجه دلوقتي آه. كل الناس بقت تطلع فيديوهات اه وبعدين افتكري السنين الماضيه فاكرين اله هذا العالم هو الدولار فاكره فاكره الكلمه دي وسيطره المال ومصير الشعوب الى اخره وكان الدولار والفلوس هي اللي بتسيطر على الشغل وبعدين صارت الشركات العملاقة طبعا اللي هي معاها الدولارات هي اللي بتسيطر على الناس بمنتجاتها دلوقتي الميديا هي اللي بقت تسيطر هي اللي بتشكل الوعي الإنساني بتشكل تفكيرنا ثقافيا وسياسيا واجتماعيا هي بتشكل الإنسان بتشكل الكالتشر اللي هي الثقافة وبتشكل المجتمع كان في الأول مين أهم أهم إنتيتي أو أهم جزء يشكل الناس وهي الأسرة يليها المدرسة دلوقتي خلاص يليهم الكنيسة والجامع دلوقتي في أشكال جديدة لكن في نفس الوقت عاوز أقول بالرغم أن الميديا تشكل إلا إن للميديا يوجد لها مميزات وفرص قيمة من شأنها أن تكون مدخلا حقيقيا لبناء إنسان حقيقي. ففي فرصه لاستخدام الميديا ويمكن خلال برنامجك نعرض مثال لذلك. بس يمكن ما مش دلوقتي. اوكي. يا. يعني. تمام. طيب هل فعلا الميديا يعني كلام حضرتك كده تحس ان في مسؤوليه؟ يعني فكره ان عيالنا ايه ممكن اللي بيشكلهم مش بس الاسره ولا الكنيسه ولا المدرسه، لا ده ممكن يكونوا من مجالات مختلفة هم بيتشكلوا وبيبقوا عارفين أهل أكتر من أهاليهم ومن الناس اللي في الكنيسة يعني آه. عندهم المعلومات الكتيرة فهل فعلا الميديا بتؤثر أو بقت تؤثر أو مرتبطة بكل أشكال الحياة للإنسان آه، آه، الجبل مختصرة لها دور كبير لكن ما أقدرش أقول الميديا لوحدها اللي بتعمل كده لكن ليها دور كبير مم. و هقول لك ثلاثة حاجات للميديا انا احطهم لك على الشاشه أوكي. الميديا تقدم تحدي لقيم المجتمع الثابته اثنين تشكل الميديا نظره الكثيرين الخاصه للعالم من خلال ما تقدمه من وجهات نظرها هي الميديا المختلفه للعالم كلمه نظره للعالم وورلد فيو ايه العالم ده اللي انا فيه هل في إله ولا ما فيش إله؟ مم. أنا بعمل أنا مين؟ مم. أنا بعمل إيه؟ أنا رايح فين؟ دي الأسئلة الكبيرة الـ 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 الميديا كمان بتدلي بتدل بدلوها فيه في الإجابات دي. ونمرة ثلاثة <applause> الحاجة المهمة لينا وده دور الكتاب ده ودور مم. ودورنا النهاردة علينا أن نفهم الميديا. عجبني تعبير ثينك ميديا شوفوا بيفكروا ازاي شوفوا آه شوفي مثلا واقع اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي ازاي فيه اكثر من مليار موقع ويب موقع ويب ويتم انشاء 140 الف موقع جديد يوميا كل 60 ثانيه يحدث الاتي على الانترنت مم. يتم تحميل 500 ساعة يوتيوب yeah. كل 60 ثانية يعني دقيقة واحدة mm -hmm. يتم إرسال 149513 ايميل او رسالة بريد الكتروني يتم عمل بوستات بعدد 3.3 مليون منشور على فيسبوك في الدقيقة بينزل 3 مليون mm -hmm. .3 يتم إرسال 448800 تويت أو تغريده م. على تويتر ده في الدقيقه الواحده ده العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي م. طيب ايه اللي ايه الـ ليه الحاجات دي حصلت؟ ليه كده؟ آه في ثلاث حاجات موجوده في الميديا حاليا ان اجهزه الميديا صارت محموله م. في كل مكان وفي أي وقت و... نمرة اتنين صح. صارت شخصية مم. نمرة تلاتة صارت متصلة بالويب 24-7 أو 24 ساعة سبعة أيام في الأسبوع, في الأسبوع. صح. يبقى جهاز خفيف محمول حم... في الجيب أو في الشنطة مم. معايا طول الوقت عشان كده ظهر تعبير فاني شوية اسمه نوموفوبيا كلمة فوبيا مم. معناها الخوف مثلا الخوف من الأشياء المرت... من الارتفاعات الخوف من الفئران الخوف من الصراصير الخوف من البرد الخوف مم. من من آ... 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 أبص لتحت من ارتفاع عالي حاجات زي كده أكبر أنواع الخوف حاليا الخوف من فقدان تليفون المحمول. المحمول صحيح فسموه نو no, مو فوبيا يبقى النور ان ما فون نوموفوبيا نوموفوبيا أوه. بقي بقي دي حاجه مرض من الامراض الفوبيا عارفه كل ما تمشي تليفوني فين؟ تليفوني فين؟ بقي بقي جزء عضو كانه دراع في اي مكان بنروح وهو معانا كانه بقى. دراع من او صو... صابع من صوابعي او حاجه زي كده ده هي. التليفون لذلك انه نتيجه الانتشار الهائل وتاثير الميديا الهائل ده في أه محددات خمسة أوكي. برضو هما موجودين قدامنا التقدم التكنولوجي ممكن دلوقتي نشوفها حتى قدامنا على الشاشة وإنتاج أشكال جديدة من الميديا م. يعني من سنة فاتت كان تيك توك موجود؟ لا هو ظهر وقت كورونا ظهر وقت قبل كورونا أو قبل كورونا بحاجة بسيطة لا قبل كورونا كده. دلوقتي بيكسب أساسي بيكسب وفي قضايا عليه لانه ممكن بيكون في تجاره اه تجاره في الناس كتير كمان تجاره في الناس آه وحاجات زي كده كل حاجه دايما يكون فيها السيء والجيد وال... اه بالظبط كان في تقدم تكنولوجي بالبرامج اللي بتطلع والاكيزه الاحصائيات بتاعت سرعه الانترنت بتزيد سنويا الساعة بتاعة ديسك والحاجات دي بتزيد كل ست شهور الـ الـ يعني الـ أنا فاكر من عشرين سنة اشترينا كاميرا في الكنيسة 8000 الاف دولار تليفوني دلوقتي اللي موجود في جيبي ده بيعمل صورة أحلى من الصورة آه اللي هي بتطلع كتير طبعًا. وخاصة أنت عارفة الدونتس دي آه. الحكاية دي اللي بيحطوها في البيوت دلوقتي آه. تصورك أيوة. وتطلعي صوره واضحه وزاهيه اتش دي على الانترنت. هو تليفون عليه ثلاث كاميرات اساسا يعني اهو اه ويظبط ويعمل كل مصوت. حاجه يعني اضاءه موجوده آه وضوح موجود آه شيء وصوت صوت مهول طالع مظبوط تمام التمام أي. الحاجه الثانيه هي العوامل الاقتصاديه م. الناس عاوزه فلوس عاوزه تربح م. ودي جزء من الحاجات اللي حصلت مع تيك توك فبقوا يعملوا فيديوهات كتيرة عشان تاخد فلوس فبتاخد فلوس لو كان بكون... انت دلوقتي لو جالك مثلا مئة ألف واحد بيشوف الفيديوهات بتاعتك آه. إذا ال... ال... الموقع ده هيحط إعلانات فأنت بتكسبي من إعلانات أنت مش عارفها دي جاية منين لأن في ناس كتيرة بتزورك مم. على الموقع بتاعك مم. فالحاجة التانية عامل ال... ال... الاقتصادية الامر اللي انا بحبه قوي هو الابداع الانساني. الشباب بتاعنا الصغيرين ولادنا عاوزين يبدعوا وبيعملوا حاجات جميله جدا جدا. فالاجهزه اللي معاهم الصغيره دي بتساعدهم على الابداع. ده صحيح. الحاجه الرابعه ودي حاجه سياسيه واحنا بنقول كل حاجه هنا مش بنهاجم حد. هو التحكم الاجتماعي. <applause> اللي في السلطة السياسية عاوز يتحكم في الشعب. ايه الوسيلة الأولى؟ الميديا الميديا طبعا ويعوزنا مرة تانية نبقى نتكلم فيها لأنه من الخ من من أيام هتلر لما كان يخطب في الناس بالثلاث ساعات والناس تعيط في جو بارد ثلاث ساعات وما فيش صورة مجرد بالراديو بس ومتأثرة بكلامه جدا جدا رؤساء امريكا ابتداء من كينيدي اشهرهم ثم كل كلهم بعد حتى في الانتخابات في كل حاجه هم كلهم بعد بالميديا بيغيروا آه تفكير مصر الشعب وفي مصر آه طبعاً. آه آه طبعا برضو كانوا بيعملوا كده الحاجه الخامسه والاخيره اللي من غيرها الاربعه اللي فوق مالهمش لازمه مم. المشاهدون آه يعني انت تعملي ايه من غير ما يكون في ناس بتشوف الحلقات بتاعتك دي بالظبط لا ما لازم دي دي مشاهدين دي هي المحددات اللي موجوده في الميديا و تاثيرها على المجتمع والعالم بالضبط اللي قلناهم من شويه اوكي ده. طيب حضرتك كتبت في الكتاب ان الميديا هي امتداد لنفسنا والضمير الانسان تقصد ايه حضرتك؟ أه أه لازم اشير لواحد عشان ما حدش يقول انا ما اخدش الكريدت بتاع حد مش بتاعي اينشتاين الميديا اسمه مارشال ماكلوهان مارشال ماكلوهان مدرس انجليزي كندي آه غالبا وقته كان من آه 1951 ل 80 حاجه زي كده يعني كل وقته كان يدرس انجليزي ويصحح ورقه تلامذه لغايه ما اكتشفوه اكتشفوه الناس الميديا خدته وابتدى يقول كلام الناس اول ما تقول تسمعه تقول اه مش هي كده مظبوط فانا بحب اشير لذلك الرجل لو كتبت على الانترنت او على جوجل مارشال مكلوهان حتى بالعربي او على ويكيبيديا هتشوف حاجات كتيره جدا جدا من عنده بس أنا بحذر أنه صعب جدا لكن هنقول واحدة بس أوكي الوسيلة هي الرسالة مش مم. هي ده سؤال حضرتك مم. أو الامتداد لأنفسنا الامتداد لأنفسنا آه. ولضمير الإنسان او بضمير الإنسان احنا واحنا قاعدين نتكلم دلوقتي يا أمل برنامجك واصل فين واصل أغلب العالم أغلب العالم مم. كويس يبقى الكلام بتاعنا وانتي دوت بالميديا ركب, ركب موجات وراح للعالم كله بالظبط آه الناس شايفه ايديا الناس شايفه شايفانا كلنا آه لذلك ابتدينا في الاول العجله بقيت امتداد لاقدامنا انا كنت اقدر امشي مثلا 3 كيلو 4 كيلو او 5 ميل 6 ميل مم. بالعجله بقيت اقدر اسوق 10 15 مم. لما جت العربيه بقيت اكتر واكتر 200 300 بعد كده اخترعوا التليفون احنا دلوقتي ممكن نتصل باي بلد في العالم وانا وانت قاعدين دلوقتي بالظبط يبقى التليفون صار امتداد لصوتي العجله امتداد لرجليه التلفزيون امتداد لعينينا واذنا كذلك الكمبيوتر امتداد لعقولنا يعني انا دلوقتي وحضرتك احنا مش بنكشف سر احنا معانا ايبادز البادز اللي معانا دي لان انا وحطيت عقلي وانا بحضر للبرنامج في, في الايباد في الايباد يس. وده اللي يوصل للناس امتداد لعقلي واعصابي عشان اقدر ارجع لها منين مم. ما انا عاوز فدي كلمه امتداد لانفسنا فالميديا بقت وصلتنا لكل العالم مم. زي ما الطياره انت في لوس انجلوس ممكن تفطري في بيتك تتغدي في نيويورك تتعشي في القاهره ممكن ولا مش ممكن؟ اه طبعا ممكن يبقى ده امتداد كبير آه دي دي واحدة من الحاجات أوكي. وبقى الميديا هي اللي بتخلينا نسمع ناس آه ممكن يكونوا انتقلوا من سنين لكن مازال رسالتهم بتتقدم بالزبط. ولازم مازال فنهم بيتقدم آه تقدر عاوزة عاوزه ام كلثوم وعبد الرحيم حافظ وكل كل دول موجودين آه. Yeah. آه فطبعا دي بركه كبيره ان الناس حتى لو مات بيفضل البصمه بتاعته آه صحيح. يعني آه آه يعني الواحد كان نفسه يستمع لابائنا الفراعنه اه قالوا ايه مم. كان نفسي لكن آه انا ساتسفايد وشاكر خالص باللي سابوه لحد دلوقتي صحيح طيب في حته برضو يعني صعبه في الكتاب هو الكتاب صعب على فكره يعني محتاج مجهود وتركيز جامد جدا يعني انا بس مش هختلف و... <applause> في دي بس بالعكس ده علشان نركز واحنا بنقراه فده يعني طالما رحت لمارشال يعني مكروهان هيبقى صعب طبعا صحيح وفي حاجات تانية كمان ولسه ال... هنشوفها بعد طيب شويه ما ماشي <applause> حضرتك كتبت في الح... يعني في الكتاب بتقول ان الوسيله هي الرساله ايه يعني ايه رايك؟ مرة تانية أو ممكن توضح لنا الجزء ده أنا ما اخترعتهاش اه أكيد دي يعني مارشال ماكلوهان برضو هو هو ورانا ورانا هيروح منين اروح منه فين؟ يعني وانت بتتفرجي على التلفزيون لقيتي خبر اه لجوزك قلتي له كيت كيت قال عرفتي منين؟ قلتي له تلفزيون بمنتهى البساطه بتكلميه يبقى في المحتوى بتاع الرساله وفي الوسيله الوسيله انت مش واخده بالك انك اتكلمتي عن مصداقيه الوسيله مم. على فكره يعني الموضوع ده هنتكلم فيه شويه اه اه شويه احنا ب... ممكن نطلع فاصل بعد كده فجاهد براحتك مم. انا تحت امرك اه اتفضل آه. التليفون ليه تاثير اكتر من الحديث اللي قلناه اللي هو المحتوى التلفزيون ليه تاثير اكتر من الرساله اللي جوه اللي جوه التلفزيون آه. اه ودي من اشهر ملاحظات القرن العشرين على فكره اللي فات لان الميديا ليها تاثيرها الجوهري في استيعابنا الامور وهي الرساله الفريده للوسيله فرساله الوسيله هي الاساس الذي يتكون لاي محتوى توصله الوسيله باستقلال عن محتوى الرساله. يبقى الوسيله بتوصل حاجتين الشكل والمحتوى بتاع الرساله والاخرى هي الاساس، ايه الاساس دوه؟ التلفزيون او الوسيله الاعلاميه اللي بتعمله. فمثلا يعني بيقولوا انه آآ آآ كل وسيله مضمون اي وسيله هو ايضا وسيله اخرى وهكذا الكلام مضمون الكتابه الكتابه مضمون الطباعه الطباعه مضمون البرقيه مم. مثال اخر عن المصباح الكهربائي تخيل المصباح الكهربائي ليه محتوى زي التلفزيون التلفزيون جواه برامج المصباح اللي فوق ده ما فيهوش برامج مم. الصحيفة فيها مقالات لكن المصباح ده اللي ما عندوش برنامج وما عندوش رسالة ليه تأثير اجتماعي لو اتطفى النور ما ما فيش،, ما, فيش، ما, فيش، ما فيش احنا فين انا هقعد هقعد في كنبتي في في اللي مش, مش هن... هنقرا ولا هنشوف اي حاجه مش هنشوف لان الظلام بيلفنا كلنا فالمصباح وسيله بدون محتوى مم. المصباح لما يتولع تولعيه يخلق بيئه م. على طول. والمثل رساله نشره الاخبار حول جريمه بشعه قد تكون بسيطه بالنسبه للجريمه الفرديه نفسها م. ده المحتوى لكنها كثيره بالنسبه لتغيير الراي العام تجاه الجريمه اللي ولدتها نشره الاخبار. م. الشخص مثلا اللي بيتكلم في التليفون او الراديو او التلفزيون يخلق ويصير مجسما للمحتوى اللي هو الوسيله فهو صوت بدون وجه او جسم بالنسبه للتليفون والراديو وفي حاله التلفزيون هو صوت بوجه وجسد غير مادي لكن في حاله الكتابه اونلاين فالعمليه تصير اكثر تواصلا لان المستخدم يصير هو المحتوى في سطور الكتابه التي يكتبها. الإنسان بدأ بالكلام المنطوق وبعدين بدأ يكتب الكلام وبعدين بدأت الطباعة تنتشر والجرايد والمجلات وبعدين الصور المتحركة في التلفزيون والأفلام والفيديوهات اللي أنتجت لنا مسلسلات وأفلام إلى آخره. أنا أقول لك على حاجة شرق أوسطية خالص. احنا قلنا الأمر إزاي إنه الوسيلة هي الرسالة التلفزيون مجرد يذيع الرساله بنظن انه هو الصدق هو هو التاثير نفسه مم. اشهر ما هو موجود في مصر الموالد مم. كويس الموالد دي بدات من الفراعنه فكانت بتقام موالد دينيه ويشيلوا محامل و دلوقتي موجوده ما انا اقول لحضرتك ويتضرعوا الالهه الالهه بيكون ليها اعياد مم. فيقدموا لها قرابين وتعمل مواهد ليها من اشهرها اوبت الكبير ده اللي هو بتتخلل احتفالاته في المعابد المصريه وبيذبحوا حيوانات وحاجات زي كده لما دخلت المسيحيه في مصر في بدايه منتصف القرن الاول ابتدت الاحتفالات دي الموالد تتحول الى القديسين بدل الهه الفراعنه زي مريم العذراء الشهيد ماري جرجس القديسه ديميانا ماري ميرا الى اخره لما دخل الاسلام بقي في موالد اسلاميه بالزبط. عددهم كان في مصر الجمعيه المصريه للمؤثرات الشعبيه قالت ان عدد الموالد المسيحية, المسيحية الإسلامية 2850 مولد في مصر بيشوفهم 40 مليون شخص يه. بيحضرهم قوليلي دلوقتي في ميديا في مصر أكتر من الموالد؟ 40 مليون شخص بيحضروا 2850 مولد. طيب إحنا لسه في موضوع الوسيلة هي الرسالة. كويس؟ الموالد في مصر ميديا تمتاز بشعبية كبيرة جدا جدا. يعتبر المولد هو الرسالة بغض النظر عن مولد مين. لا هو كمان ما فيش حاجة بتتقدم صح؟ أنا مع يعني ما أعرفش بس هو في حاجة بتتقدم جوه المولد؟ في ولا ألعاب بس وحاجات؟ زي ما بيجي في التلفزيون؟ في الألعاب موجودة أنا ما أقدرش أقول لكن برضو في حاجات بتتقدم يعني خدمات وعظات في مولد بيجرد. العدل بيقدموا فيه وعظات بيقدموا فيه خدمات وقداسات وحاجات زي كده الناس بتروح عشان مولد اه ياخدوا بركة مولد مين ما يهمنيش المولد هو الرسالة بغض النظر عن صاحب المولد مين ايه آه في أسيوط مولد, مولد العدرة مليان مسلمين واسعين حقيقي فالأمر مش ديني على قد ما هو تبرك من صاحب البركة بركة سميه زي ما تسميه أرجو أن محدش من مستمعينك يزعل من الحتة دية، لكن م -م. ال ال المولد نفسه هو الرسالة م -م. المولد ميديا ميديا قوية جدا في مصر م -م. والناس بتروحها للتبرك بغض النظر عن مولد مين فدي يمكن يشرح يعني إيه الوسيلة هي, هي الرسالة بطريقة شعبية بسيطة م -م. عشان نقدر نفهمها في برنامج حضرتك طيب نطلع فاصل ونرجع نكمل ماشي اوكي تعالوا اعزائي المشاهدين نسمع ترنيمه اللي جايه ونرجع نكمل موضوعنا عن الميديا وهفكركم تاني في خمس كتب لمشاهدينا في امريكا وفي كندا خمس كتب هديه من دكتور مجدي الخمس كتب اي حد هيتبرع للكارما هنبعت له كتاب الحاجه الثانيه كمان للمشاهدينا في مصر في خصم 25% على الكتاب لمدة شهر في دار الثقافة أي حد هيروح دار الثقافة هيقول لهم بس من الحياة اسم البرنامج من الحياة وهيدولوا الكتاب بخصم 25% تعالوا نسمع التنهيمة دي نرجع نكمل افتح عيني اول فكرة يا رب تجيلي اني اقوم واقعد وياك واسمع صوتك جوا كلامك تملى اليوم بصوتك وسلامك تكشف ليا لي ايه جواك خليني لما افتح عيني اول فكرة يا رب تجيلي وأرضو أياك واسمع صوتك جوا كلامك تملى اليوم بصوتك وسلامك تكشف لي ايه جواك كلك مشتنيات يا حبيبي تستاهل سجودي وطيبي كلك مشتنيات يا حبيبي تستاهل سجودي قدامك برتا تحت جناحك غنى وفرح بقعد قدامك برتا تحت جناحك غنى لكلامك كلامك مش اي كلام ياخدني الخطوات قدام ويغير دهليل النور قطعاني وسط البرية سند قلبي حافظ رجليا ياخد عيني من المنظور ده كلامك مش أي كلام بياخدني خطوات قدام ويغير جهلي للنور ده وسط البرية سند قلبي حافظ رجليا خد عيني من المنظور كلك مشتريات يا حبيبي تستاهل سجودي وطيبي كلك مشتريات يا حبيبي تستاهل سجودي وطيبي بقعد قدامك فرتاح تحتك تبقى حجبنا

الخشوع بقطعلك وبقلبي بسكت واسمعنا المختار اللي اعيش شو يزيد جوالك واقتني بيه وادوب في في جمال ما فيش ما فيش انا ساجد الخشوع بقطعلك وبقلبي أسكت واسمع في المبدع اللي أعيش طالب شوقي يزيد جوايا واقتني بيه وادوب في الآية زيك في جمالك ده كلك يا حبيبي تستاهل سجودي وطيبي

اهلا بكم اعزائي المشاهدين وهنكمل موضوعنا ومقدمه او يعني مقتطفات من كتاب الميديا الانسان الثقافه المجتمع وزي ما قلت برضو قبل الفاصل الكتاب فيه خمس نسخ بس للي عايشين في امريكا وكندا لاي حد بيتبرع للكارما هيوصل له نسخه من الكتاب خمسه بس الحاجه الثانيه كمان لاي حد عايش في مصر وعايز يشتري الكتاب موجود في دار الثقافه وعلشان بتشوفوا البرنامج ينفع تروحوا دار الثقافة تشتروا الكتاب بخصم 25% مجرد بس تقولوا من الحياة يعني هو ده كلمة السر من الحياة وهي لمدة شهر واحد بس طيب دكتور مجدي قبل الفاصل حضرتك كنا بنتكلم عن الوسيلة هي الرسالة نعم حضرتك قلت حاجة يعني في منتهى الخطورة لما اتكلمت عن الموالد وإن الناس الأعداد الرهيبة اللي بتروح الموالد ومجرد مولد فالناس بتروح بزيت في الزيطه لمجرد ان هم بياخدوا بركه لكن مش بيركزوا مين المولد ده بتاع مين وايه اللي هيستفدوه والكلام ده كله ف الميديا تكون نافعه في حياتي وامتى تبقى ضاره في حياتي انا هجيب لك حكايه من اثنين مشهورين جدا مم. بابا المسيحيين الانبا شنوده مم. وشيخ الازهر تمام البابا شنوده حكى حكايه جميله وخلت الناس كلهم ابتسموا وضحكوا دايما عنده حكايه قال الجميل. ان في راجل مراته ماتت وسابت له ابنه فهو بعد ما مراته ماتت خد ابنه وقال انا هرهبن راح الدير وخد ابنه معاه قعدوا في الدير في يوم من الايام قالوا ننزل نشتري حاجات فالولد ما ما كانش شاف اي شيء غير جوه الدير نزل مع ابوه وبعدين ابتدى ينبهر بك بكل ما يراه ايه ده بابا مثلا يقول له دي جاموسة حبيبي طب ايه ده البودان ده قال له ده حمار بعد كده مشيت شابة جميلة ودي يا بابا ايه دي قال له ده الشيطان يا حبيبي يا الناس كلها ضحكت طبعا يبقى السيده الجميله دي مين شيطانها احنا مش كده صح لشيخ الازهر من الناحيه التانية دعوه يحضر برنامج مسرحيه حكوميه عاملها الدوله وقابليها رقص تعبيري يعني منتهى الحشم الراجل في النهايه اعتذر ما قدرش يروح بالرغم انه في الستينات كان بيحضر بيروح يحضر المسرح وحاجات زي كده فلما الكاتب اللي كتب الكلام دوه بيسالوا ليه قال لهم لو شلنا الرقصه التعبيريه هينزلوها تاني يوم شالوا الرقصه التعبيريه عشان شيخ الازهر لو حطيناها بقى شيخ الازهر يحضر يحضر رقصه فن جميل لكن المنصب الديني مخلينا كلبش الدنيا مم. نفس الكلام هنا احنا الميديا فيها بعض المساوئ وفيها بعض الاشياء الجميله لكن احنا شيطنا الميديا شيطنا الجمال ده حقيقي آه ليه احنا عندنا قصه قديمه حواء آه او منا هي اللي وقعت ادم يعني ادم مم. الحمد لله ده يعني وهي دايما حوا هي اللي بتخلي ادم يغلط آه يعني هو ده آه. مجتمعنا اساسا يعني فهي المشيطنه آه؟ احنا بغض النظر عن الذكر والانثى لكن عاوز اقول الميديا مليانه حاجات جميله. مم. وانا هعرض لك سلايد قدامك دلوقتي. مم. نقاط ضد ونقاط مع. يقول لك الميديا بتقدم حاجات مكرره عديمه القيمه وتافهه. من الناحية الثانية بتقدم ثقافه هايله ومعلومات وتخلي الناس واعيه. اثنين الميديا تجعل الناس سلبيين وتفقد الناس القدره على التفكير لكن الميديا من الناحيه الإيجابية بقى تلهمنا وتنمينا وتشجعنا نعمل اشياء جديده الميديا الناحيه السلبيه بتسبب في انحراف ولادنا وتزيل الحساسيه من مشاعرنا وعاطفنا وتخلي السلوك بتاعنا جنسي وغير اخلاقي ممكن الميديا تساهم في ادراكنا الصحيح عن الجنس والعنف خلال مواقف اجتماعية من ناحية سلبية الميديا ليست إلا تعليمات زائفة تخدم اهتمام قلة من محترف السياسة لكن في نفس الوقت الميديا تقدم الحقائق والمعلومات وبذلك تساهم بطريقة كبيرة في نشر الديمقراطية والمسؤولية الاجتماعية بسرعة كده الميديا تجارية لكن الميديا بتخلي الناس ليها صوت الناحية السلبية الميديا تتحكم في ضمائر الناس لكن الناحيه الايجابيه تنشر حريه التفكير والتعبير الناحيه السلبيه بتخلينا شخصيات نمطيه لكن الميديا بتخلي العالم ينكمش يعني فهي توحدنا وتقربنا الميديا ممكن تبقى استعمار ثقافي تفرض الثقافات المهيمنه لكن الميديا بتدي فرصه لكل المجموعات العرقيه والاقليات تقدم اصواتها الناحيه السلبيه الميديا تحافظ على الوضع الحالي الميديا عباره عن وكلاء للتغيير الاجتماعي ادي الاثنين قدام بعض حلوه, آه. حلوة قوي المقارنه دي عجباني جدا طيب اهو حلو قوي دول المقارنه موجوده وقلنا اللي لينا واللي علينا فده هيبقى اختيار الشخص <applause> اللي بيتعامل مع الميديا عيق. المشاهد ايوه يل... اللي قاعد ي... هو اللي بيستخدم المستخدم للميديا ده اختيارنا احنا تمام طيب عايزه بقى نرجع للكتاب نعم ايه موضوع قصه كهف افلاطون وايه علاقته بالميديا؟ انا بحس الامر ده في منتهى الاهميه وفي تعبير هقوله بالعربي والانجليزي مش لل... مش للخبطه الناس لكن هو التشكيل الاجتماعي للواقع دي نظريه اوكي سوشيال كونستراكشن اوف رياليتي من اشهر الاشياء اللي تشكل الواقع الميديا حي. تخلق لك واقع مش حقيقي وتقول لك هو ده الحقيقه بالظبط تعال نشوف الفيديو ده يا امل اوكي ونشوف نفهم منه ايه وان شاء الله الساده المشاهدين يركزوا معانا طيب. لان دي حاجه مهمه جدا جدا اوكي اتفضل نشوف الفيديو تعالوا نتفرج على الفيديو ساعه البناء الاجتماعي للواقع أو Social Construction of Reality البناء الاجتماعي هو نظرية تقول أن المعرفة وجوانب كثيرة من العالم من حولنا ليست موجودة حقاً فهي موجودة فقط لأننا نقدم لها الواقع من خلال الاتفاق الاجتماعي ويمكن لكل شخص منا أن انتابه فكر أو فكر في وقت ما متسائلاً هل هذا الأمر حقيقي؟ لكن السؤال المهم هو ما الذي يجعل شيئا ما حقيقيا؟ لكي نشرح هذا الامر ساكلمكم عن كهف افلاطون. قصه كهف افلاطون هي من اشهر الاعمال الفلسفيه على مدى التاريخ ولها قيمتها الادبيه والفلسفيه العالميه. وكما هو واضح من الاسم فان صاحب هذا العمل هو افلاطون وهذه القصه تتعرض لكيفية رؤية الإنسان للواقع المبني اجتماعيا ويظن أنه الحقيقة وسيكون لنا تطبيقات كثيرة لهذا المثل خلال هذا الكتاب تتكون القصة من خمسة أجزاء مجموعة من المساجين محبوسين منذ نعومة أظافرهم في كهف تحت الأرض ويجلسون بحيث تكون ظهورهم مواجهة لمدخل هذا الكهف وهم مكبلون من اعناقهم وارجلهم بحيث لا يستطيعون القيام او الالتفات الى الخلف ويوجد خلف هؤلاء المساجين مسرح عالي لا يرونهم كمسرح العرائس المتحركه وتوجد فوق هذا المسرح نار خافته هي مصدر الاضاءه الوحيد في هذا الكهف ويمر امام هذه النار حراس وهم يحملون تماثيل ونماذج لاشياء مختلفه وقد تكون حيوانات ونباتات الى اخره، فيرى المساجين ظلال هذه التماثيل والنماذج على الجدار القاتم امامهم. واحيانا يصدر الحراس اصواتا فيعتقد المساجين ان هذه الاصوات تصدر من الظلال التي امامهم، ويكون الشغل الشاغل للمساجين هو تفسير هذه الظلال. وقد يتبارون فيما بينهم في تفسير ما يرونه ومن منهم صاحب افضل تفسير. يتقدم احد الحراس نحو واحدا من وسط هؤلاء المحبوسين ويجبروا ان يدير عنقه الى الخلف ليرى النار ويرى الاشياء المحموله في الخلف فهل ستكون هذه العمليه سهله بالتاكيد لا فهذه عمليه مؤلمه وسوف يقاوم اداره رقبته كما ان ضياء النور المباشر قد يضايق عينيه واذا اخبره احد الحراس ان هذه الاشياء هي اقرب للواقع من الظلال التي يراها على الجدران فهل سيؤمن بذلك؟ بالتاكيد لا بل سيعتقد ان الظلال التي كان يراها والافها طول عمره هي الحقيقه وان هذه النماذج والتماثيل هي شيء مصطنع وليس اصليا. لكن يجبر الحراس هذا الشخص على النهوض والخروج خارج الكهف الى ضوء النهار وبالطبع ستكون هذه العمليه في غايه القصوى. فشده الضوء سوف تعمي عينيه عن الرؤيه وسوف يصاب بالذعر والحيره. ولكن بعد فتره سيتعلم ان يتاقلم على الوضع الجديد، وبعد فتره سيدرك العلاقه بين هذه الاشياء والظلال التي كان يراها سابقا في الكهف. ثم بعد ذلك سينظر الى السماء ليرى الضياء والنجوم والقمر. النقطه الرابعه عندما ينظر هذا الشخص الى الشمس نفسها، ويدرك انها مصدر الضياء في الكون بل انها مصدر النار التي كانت في الكهف وسيدرك الحقيقه كامله وسيرثي على حالته السابقه وحاله زملائه في الكهف حيث هم الان قابعون في اوهام ولا يدركون عن الواقع شيء. النقطه الخامسه الان ينزل هذا الشخص مره اخرى الى الكهف حيث يوجد رفاقه السابقون ولكن قد ترى عليه تغييرا هاما وجذريا فهو لم يعد ذلك الشخص القديم وعيناه لم تعد معتادتين على الظلام كما كانت في السابق وسيعتقد زملائه أن رحلته للخارج قد أتلفت عينيه وعندما يحاول إخبارهم بالحقيقة لن يصدقوه وسيفشل في أي تحدي يخوضه معهم فعيناه لم تعد تدرك ما كانت تدركه سابقاً وسيسخر منه زملاؤه وسيقولون ان عقله قد تلف ايضا. واذا حاول ان ينهضهم بالقوه ويحملهم على الخروج الى الخارج فسوف يثورون عليه وربما قد يقتلوه. هذه قصه كهف افلاطون ومن خلالها يلمح افلاطون الى النقاط التاليه. واحد المرحله الاولى تعبر عن الواقع القائم فالناس عبيد لحواسهم المباشره وما يدركونه من صور واصوات ليس الا زيف وخداع واشياء زائله ولا تعكس الحقيقه الاصليه والاصيله. الجزء الثاني من القصه يمثل اول مراحل الادراك وهذه العمليه مؤلمه وفيها يدرك الانسان حقائق اعمق ويضحي بالصور المباشره التي تقدمها له حواسه مقابل تفسير اعمق واشمل. الجزء الثالث وهو يمثل ثاني مراحل الادراك وفيها يتعرف الانسان على اصل الاشياء وعلى الافكار الحقيقيه الصحيحه خلف المظاهر المختلفه. الجزء الرابع وهو يمثل المرحله النهائيه للادراك البشري وفيها يدرك الانسان الحقيقه الاساسيه التي هي وراء كل الحقائق الاخرى. اخيرا الجزء الخامس وهو يمثل الالتزام الاخلاقي لمن عرف الحقيقه بتوعيه اهله وتنويرهم حتى وان كان ذلك يمثل خطوره عليه قد تصل لقتله منهم. وقد نكون انتهينا من عرض موضوع قصه الكهف الافلاطون وهي قصه قد تبدو مثيره ومسليه بل يمكن ان تكون اكثر من ذلك قد تكون باعثا على التامل والتدبر فيما وراءها. لكن لموضوع هذه القصه محاولات للاستخدام في مجالات تطبيقات نظريه البناء الاجتماعي. فهذا هو ما اريد المشاهد ان يستوعبه كمرحله اولى قبل ان نتكلم في موضوع البناء الاجتماعي للميديا. وقد لاحظت طوال دراستي للميديا ان المشاهد يسبح في بحر من التشكيل الاجتماعي للواقع الذي تقدمه الميديا وهذا الامر هو واحد من اهم اغراض كتاب الميديا ايه واو صراحة يعني تحليلك للموقف يعني في حاجات كتير قوي انا عارفه ان في فيديوهات وحاجات كتير بنتفرج عليها بس عمرنا ما موقفنا عندها ولا شفناها طيب انا عندي سؤال بس حضرتك عندك اي تعليق قبل ما اقول سؤالي خلي بالك من الصوره اللي رسمها لنا افلاطون انا متسلسل وكلنا بنتسلسل في الميديا ورايا نار النار بتعرض اشياء اظنها حقيقيه مش هعرف انها اوهام وخيالات الا اذا طلعت بره ن ن ناكد على انفسنا ان هناك تشكيل للواقع والحق وده دوري انا اني ابحث عن الواقع والحق ليس ما يقدم في الميديا هو, هو واقع. شيء مقبول على طول آه. لكن انا بحلل ودلوقتي يمتاز عصرنا بالشفافيه اي خبر موجود اكتبيه وشوف هتلاقي مين تحليل ليه ده خبر حقيقي ولا لا صحيح آه. بس الواحد بيتوه بيبقى مش عارف ده حقيقي ولا يعني بيلاقي ناس بتقول حقيقي وناس يعني تعليقات كتير عليه بس اه ممكن ما نوصلش للنتيجة يعني مثال منهم اه على السوشيال ميديا بتاع انه آه فيسبوك هتودي معلوماتك لكل الناس ومش عارف ايه اه ولازم تنزل البيان ده على صفحتك امم ده كلام وقفل مش عارفه ايه وعملنا كده على فكره <applause> انت خد الكلمه دي وحطها على جوجل اه هيقول لك ان ده سبام والناس وناس ليها اغراض في كده المهم انه يختفي أوه. والناس تعرف ان وبعدين يظهر تاني يختفي ويظهر تاني يس. في عصر الميديا اللي احنا فيه ده يا خبر لازم نتعلم قراءه الميديا م. وما ناخدش الحاجات على عناتها وعلى مسلماتها تمام هو عجبني تحليل حضرتك دلوقتي الكهف افلاطون ازاي اشوف فيلم واحلله فنيا آه كمان آه ايه الحاجه إيه الحاجه اللي أستفيد بيها إيه الحاجه لا اللي مش مش موضوعي يعني ازاي احلله بالشكل ده يعني في كتير حاجات ممكن نكون بنسمعها ممكن تكون بتاثر علينا بس مش بنقف عندها ومش بنجتهد في ان احنا نكون بنحلل العمل ده شوفي امل هو <applause> السؤال ده كويس جدا وده واحد من الاهداف الكبيره للكتاب آه. فاحنا بنجيب امثله ونحللها ونوريها للناس مره تانية اللي بيتعلم موسيقى بيستخدم صابع واحد في الاول وبعدين صبعين ثلاثه اللي بيقرا كتاب بيكتب ا ب ت وبعدين يشبك ويقول هذا حصان هذا قط هذا كذا وبعدين يقرا روايه كبيره فالفكرة احنا بنبدأ وفي فيلم اتعمل من ديزني اسمه ذا كرودز كرودز اسم عيلة العيلة دي فيها اب ومراته وولدين ولد وبنت وفي كمان حماته هما ست افراد وبيبي صغير خالص يبقى بنت كبيرة شابة تين ايجر ولد صغير برضه تين ايجر وبعدين بيبي صغير وفي حماته ومراته الراجل ده في عصر ما قبل التاريخ يطلعوا يصطادوا ويتنفسوا مع الحيوانات في الاصطياد <applause> وممكن الحيوانات تكون عاوزه تاكلهم كمان في النهايه يصطادوا ويدخلوا الكهف ايه الموضوع نعرف ايه من الفيلم ده <applause> نتعلم انا في رايي الفيلم ده افضل من عشر وعظات <applause> انا شفت تحليل حضرتك سمعتوا ايه <applause> <applause> فتحب نشوفه اه اه <applause> طيب طيب تعالوا نشوف الفيديو اللي جاي كروز فيلم كرتون أمريكي من إنتاج شركة دريم ووركس وتوزيع شركة فوكس هذا الفيلم فيلم مغامرة كوميدي يعرض لنا وجهة نظر للحياة تدور أحداث الفيلم في فترة خيالية تشبه العصر البيلوسيني وكرودز هو اسم العائلة تعيش في إحدى عصور ما قبل التاريخ هذه الأسرة تتكون من ستة أفراد الزوج والزوجة وابنة شابة اسمها ايب واخيها الاصغر ثم طفلة رضيعة واخيرا الجدة العجوز حمات الاب. تصارع عائلة كرودز لاجل البقاء. فالعائلة تخرج عند بزوغ النور لتبحث عن الطعام وتصارع باقي الحيوانات في الحصول عليه. ليأخذ كل فرد ما تيسر لسد الجوع. ثم يسرعون الى الكهف في صراع اخر للهروب من الحيوانات المتوحشه التي تريد افتراسهم. ليناموا متلاصقين. يحتضنهم الاب جميعا بعد ان يحصيهم بالعدد من واحد الى سته. لحين دوره اخرى من بزوغ النور والبحث عن الطعام ثم الصراع للحصول عليه. كذلك الهرب من الحيوانات المفترسه الى الكهف وغلق بابه. واخيرا احصاء الاب لهم ليطمئن ان العدد ستة، ثم ينامون في حضن الاب لدورة اخرى في صراع البقاء. كان الاب يحكي القصص لعائلته عند الاختباء في الكهف حتى يناموا. هذه القصص تحمل وجهة نظر الاب في الحياة وملخصها كالاتي: كل محاولة لاكتشاف اي شيء جديد هو خطر كبير ويعرضنا للهلاك. الكهف هو المكان الوحيد الامن لا خروج من الكهف الا عند سماع الاشاره منه فقط الكهف 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 هو المكان الوحيد الذي يوفر الامان لذلك ينصحهم الاب ان يكونوا دائما لديهم الخوف فبدون خوف نفقد الحذر ولا نستطيع البقاء اذا اردت ان تعيش فعليك ان تتبع قوانين البقاء يحكي لهم الاب قبل النوم قصه لشخص ممتلئ بالشغف وحب الاستطلاع فجاه يشاهد الوحش امامه فيموت من الخوف والهلع تنام العائله على قصص الاب يسمعون اصوات الحيوانات المتوحشه خارج الكهف تزيد من قناعتهم بوجهه نظر الاب تمتاز الابنه الشابه ايب بانها لا تحب الكهف وهي مليئه بالشغف وحب الاستطلاع وتتطلع للحياه وتفرح بالنور لم تكن تخاف محاوله الاكتشاف في خروج نادر خارج الكهف والجميع نيام عكس وصايا الاب حيث كانت ايب تتتبع نورا ات من الخارج فجاه تقابل ايب خارج الكهف وبالمصادفه شاب يدعى جاي وبعد مجموعه من الفواصل الفيلميه الكرتونيه الحركيه الجميله التي تصور الشك في هذا الغريب بل والصراع معه لانه من خارج الكهف اذن فهو رديء وخطير لكن تجد في النهايه ان هذا الشاب مختلف فهو يختلف اساسا في وجهه نظره عن الحياه بالمقارنه بوجهه نظر ابيها هذا الشاب يحمي نفسه للبقاء بطرق لا تفقده الاستمتاع بالحياه والتطلع الى شيء يسميه الغد ثم يعطيها الشاب قوقعة لتنفخ فيها فتحدث صوتا يجعله يأتي سريعا لمساعدته تصحو الأسرة فلا يجدوا الفتاة فيرتعبون ويبدأون جميعا في البحث عنها تظهر الفتاة وفي يدها القوقعة وعندما تنفخ فيها تحدث صوتا يصيب كل العائلة بالرعب فيأخذونها منها ويحطمونها ذلك لأن أي شيء جديد هو سيء قد يعرضهم للهلاك تأتي من القصة لحادث خطير يجبر الآب ومعه أسرته لتغيير طريقة حياتهم حيث يحدث زلزال قوي يدمر الكهف مصدر الحماية والأمان الأساسي لهم فيضطروا للخروج منه تظهر العائلة الطبيعة الجميلة خارج الكهف فتهتف إيب مندفعة بروعة وجمال ما تراه هيا نذهب فتقبض يد الآب الشديدة عليها ويمنعها من الذهاب ويبدأ في عد الأسرة من واحد إلى ستة ليطمئن أن العدد كامل هنا يصرخ الأب لا بد أن نجد كهفا جديدا وعندما يظهر الشاب نتيجة سماعه صوتا أصدرته الفتاة يحبسه الأب لأنه غريب وأي شيء غريب خطير وغير مؤتمن يصرخ الشاب من محبسه اطلقني فلدي حلم هنا نجد صراعا بين وجهة نظر الأب والشاب فالشاب يقول إنه يمكن الذهاب الى اي مكان في العالم ما عدا حافه الهوه التي قد تمثل الاماكن المعروف خطورتها مسبقا اي لا نذهب الى التهلكه بارجلنا ونحن نعلم مدى خطورتها هنا يعرض الفيلم مشاهد فيلميه خياليه للطبيعه رائعه الجمال وقياده الشاب للعائله بالرغم من حبسه لكي يتغلبوا على صعاب الطريق أثناء الطريق يثور بركان ثورة عنيفة ويهدد حياتهم جميعاً، فيظهر له كهفاً آخر، فيصرخ الأب الكل يركض إلى الكهف. هنا تأتي قمة القصة في رفض إب الذهاب وتصرخ بإصرار نحو أبيها قائلة: "بابا، نحن لا نعيش، نحن فقط نهرب من الموت". <applause> تزداد خطورة البركان فتضطر العائلة للهرب سريعا فيفاجؤون بوصولهم إلى حافة الهاوية وبنفس الطريقة يحاول الأب أن يجد مكان يختبئ فيه فيصرخ الشاب للأب مقدما وجهة نظره للحياة في وقت الخطر واليأس من النجاة لا تختبئ لكن عش يأتي الفيلم ككل الافلام بالوصول الى لحظة اليأس التام وفقدان الامل في النجاة فيقول الاب في لحظة الهام وكأن تغييرا خطيرا قد حدث في عمق نفسه فيقول لن نختبئ فيما بعد لن نذهب الى الكهف لنذهب الى الغد انها فرصة فلننتهزها ويخاطب الشاب خذنا الى الغد ينتهي الفيلم ايضا كاغلب الافلام بانقاذ الاب لكل العائله بعد لحظات الياس لكن مع تغير في وجهه نظره للحياه فالانسان لا يمكن ان يحيا فقط بان يهرب من مخاطر الحياه وتحدياتها ويختبئ لكنه ياخذ الحياه ويحياها كما هي بكل ما فيها من اوقات صعبه او اوقات مبهجه We're not exactly cavemen anymore. <laughs> oh, let's do it again, I think I blinked. Oh. <laughs> عجبني التحليل على الجزء ده وشوقتنا مش عارفه هو يعني بيقولوا اتحرق الفيلم بس انا شايفه انه هو تشويق لان احنا نروح نحضره آه يعني. يا. الناس اللي شافت الكليب ده آه. راحت شافت الفيلم تاني بجد؟ اه. <applause> وفي فيلم تاني يمكن شفتيه حضرتك السقا آه. نفس الكلام. آه. ايوه ده جميل. شافوه جيد. من البدايه برضه. آه. الفيلم ما اتحرقش ولا حاجه. طيب كويس ده ده, ده يعني و بنشجع الناس. تحليل الفيلم هو آه. الاتي خلاصتها خلاصه الفيلم. آه. الحياه فيها صعاب. نستخبى ونبقى في الكهف ولا نواجه المصاعب دي زي ما هي وربنا يعيننا عليها بافكارنا بمهاراتنا ونعيش حياتنا بالظبط لان البنت قالت له يا بابا احنا مش بنعيش احنا مش بنموت تخيلي انسان في الحياه مش بيموت مش بيعي لكن مفيش حاجه ولا بيعيش ولا اه احنا مجرد بنختبئ من الموت ايوه صح بيهربوا من الموت حلوة رسالة رسالة جميلة وفيلم كرتون ايوه آه. <applause> طيب يعني عجبني بصراحة الأفكار في, في يعني العميقة في قراية الجزء دوت إيه هل ده محتاج يعني عشان أقرأ الأفكار العميقة دي ورا القصة أو الفيلم أو المسلسل اللي بنشوفه هل محتاج ناس متخصصة عشان توصل للحضرتك حضرتك وصلت له أو تفهمها أو نطلع بمسج ولا محتاجين نتدرب على كده يعني معظم الناس بتشوف الحاجات دي عشان تتسلى جاست تسليه تضيع وقت نفس الكلام لو شفتي واحد بيلعب على البيانو امم تقولي طب انا عاوز اعمل كده يقول لك اتدربي في بعض الاشياء بت... بتحتاج لمده الحياه كلها م -م. عشان من سن خمس سنين تلعبي على البيانو لغايه ما تبي بروفيشنال واقع الامر انه التلميذ اللي بيبدا تدريب في رابعه ابتدائي سن اسف في سن اربع سنين م. على ست سنين سبع سنين بيكون بيقرا بيقرا كتب كتير صحيح. مش كل الكتب لان في كتب معناها عميق جدا وصعب م. عليه لكن بيقرا يقدر يقرا م. العمليه مش محتاجه خبير محتاجه تدريب لكن عاوز اقول لك حاجه كمان فيه نوعين من الناس بالنسبة للميديا الصائمون والشرهون هو لسه في ناس صايمة؟ ما ينفعش أصلاً أنا هقول إزاي طيب. الميديا مليانة جنس اللي أدب أنا آسف للكلمة يعني آه. وبتخلي شبابنا هينحرف الميديا تضيع وقت الميديا بتاخد فلوسنا الميديا مش عارف إيه الميديا خطية الميديا الميديا شيطان يبقى كل شيء حتى الجميل في الميديا شيطناه شيطانة فخلينا نصوم نصوم عن الحلو والوحش يعني عن كل شيء الصائمون نيجي حاجة تانية الأولانية دي غلط في رأيي التانية غلط برضو الشارهون مم. احنا بنتسلى الميديا بتتقبلش أي تأثير عليا أنا بتسلى لا 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 ما فيش رسالة في الميديا ولا أي حاجة خالص فأنا أشوف الميديا من المحب وإن شاء الله حتى أقعد فيها 24 ساعة ده غلط وده غلط الصائم غلط والشارع غلط, غلط صح. لكن إزاي أنا عجبني واحد من أصحابي قال لي أنا مش بعلم ولادي يفتحوا التلفزيون أنا بعلم ولادي إمتى يقفلوه واو <applause> عملية محتاجة تدريب ده صحيح وتعليم كمان لاولادنا وده الخطوره <applause> يمكن احنا كبار ادركنا ان في حاجات كويسه وفي حاجات مش كويسه لكن المشكله في الاطفال اللي كل شويه بتطلع حاجات ممكن تكون بتبوظ عقولهم فعلا ونفسيتهم انا انا يعني اللي بقترحه فعلا ان احنا يعني بقى الكتاب ده يكون يدرس للمدرسين لكن يكون في برنامج تدريس للاطفال لغايه سن اعدادي وثانوي وده ممكن تتجاب بعض البرامج اللي موجوده والكتب الموجوده في كندا مم. ونبدا بيها يعني في كتب بتت... بتدرس آه،, اه في زي... المدارس ولا ده للي عايز في, الم... في المدارس وفي للي عايز آه، حلو. انا مش عاوز اعمل دعايه لحد لكن آه. في هنا آه، ويلشر <applause> ويلشر بوليفارد في ميديا ليترسي موجوده مم. فهناك اللي عاوز يعني يبحث عنهم ممكن نحط العنوان بعد كده عندهم برامج كتيره جدا وكتب كتيره جدا للتوعيه م. الفاوندر اتوفت انا كنت اعرفها شخصيا م. لكن هم موجودين بيؤدوا رسائل لحد دلوقتي م. في امريكا الميديا لترسي او محو اميه الميديا مش موجوده بالقوه اللي موجوده في كندا وموجوده في استراليا احنا فعلا محتاجين محو اميه الميديا محو اميه احنا. الميديا او بدل ما نقول محو الاميه عشان نسهل هتقول لك اه اميتي نعلم تعلم قراءه الميديا بالظبط كده الجزء الايجابي فيها ان حلو. احنا نتعلم القراءه بدل ما حكيت محو الاميه دي لان هتطفش الناس كلها <applause> ده صحيح حلو تعلم قراءه الميديا وفكره ان يكون في المناهج للاطفال ده حلو قوي وفكره ان يكون في كنايسنا ازاي كنايس. نقرا الميديا ده أيه. فكره كويسه أيه. دكتور مجدي آه, يعني اه انا يعني آه بشكرك جدا شكرا شكر لوقت حضرتك بشكرك للكتاب وشكرا كمان للجفت اللي حضرتك جبته لقناه الكارما الخمس كتب آه وهنتقابل كمان هو لسه فيه أجزاء <applause> في اجزاء في الكتاب احنا يعني ما جيناش ليها خالص لكن دي كانت بدايه بس كده بنعرف الناس بالكتاب واحنا كمان بنقدم مقدمه للكتاب لكن هنكون بنقدم اجزاء كمان من الكتاب مع بعض إن شاء الله. انا بشكرك جدا شكرا لحضرتك ونتقابل في حلقات تانية باذن ربنا ربنا يباركك اعزائي المشاهدين في نهايه حلقتنا الموضوع يستاهل وبما اني قلت كده في مقدمه الحلقه ان الميديا داخله في كل مجالات حياتنا حتى في علاقتنا باولادنا حتى في في كنايسنا وعلاقتنا بربنا الميديا داخله في الموضوع وعلشان كمان اكتر نفهم ولادنا لازم يكون عندنا درايه وقراءه سليمه للميديا انا بشجعكم ان انتم تقروا الكتاب ده وتسمعوا الحلقه دي وتروحوا كمان تشتروا الكتاب وزي ما قلت في خمس كتب للي عايز نسخه في خمسه بس هديه للكارما لاي حد بيتبرع للكارما هتوصل له النسخه بتاعته الحاجه الثانيه في خصم 25% على الكتاب في دار الثقافه مجرد بس تقول لهم من الحياه وده اسم البرنامج هيدولك الكتاب بسعر خصم 25% اعزائي المشاهدين بشكركم لمتابعتكم ونتقابل في حلقه جديده وبرنامجكم من الحياه.